والحين على بركة الله إن شاء الله كركبنا جدرنا، شبينا عليه النار. عندي هني البصل والثوم وقرفة وبهارات مشكلة العدلة والهيل، والله اكتشفت ما عندي ورق غار، بس المهم ما يمنع. حطينا هذول فوق اللحم، وبخلي اللحم يطبخ 45 دقيقة بس، 45 دقيقة، لأني تالي بحطه بالجدر قاع الجدر، وراح يطبخ مع العيش ومع الحمسة. والحين هني أحط الزعفران مع دبس الرمان، شوية ماي ورد، ملعقة سكر، عصير الليمون، وأبدي أخلطهم مع بعض. أخلطهم مع بعض كل المكونات. الحين بحط البصل مع البطاط، وفوقهم الكزبرة والبقدونس، وفوقهم الفلفل البارد والحار، وفوقهم الطماطم.